حياك الله اخوي اثير. السلام عليكم شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اسال الله عز وجل يسعدك. امين، واياك واياك حفظك الله. شيخنا انا صرت المملكه العربيه السعوديه وعشت فيها مده، يعني روحي ظلت هناك، ظلت يمكم، روحي الان موجوده يمكم تدور حولكم. تعرف ليش؟ ليش؟ يا اخي ما دخلت مسجد، ما دخلت مكان عبادة، ما اشتغلت لي واحد إلا يقول لا إله إلا الله. أشهد لا مسجد عندكم بيقول، لا مسجد عندكم حاط لراية خضرة ترفرف، لا مسجد عندكم طالعين مشاية رايحين التبوك ما أعرف وين، ما عندكم مسجد مسوين طربق طربق الحفر الباطن، ما عندكم مسجد حاطين ذبايح وفاركينها وحاطين لهم سفينة وراية. أما ليش ليش؟ بينما من رجعت للعراق قلبي انقمت، قلبي والله مقموت، مو بس بالعراق، بكثير من الدول قلبي مقموت. ليش؟ أشوف هذا الشرك والكفر كله بعين شيخنا الحبيب. أنا بس أريد أتكلم بالعربي البسيط والفصيح مع كل شيء الآن يسمعك، كلامي أنا مفهوم لكل واحد بسيط إذا تسمح لي. تفضل. الآن إحنا أنتم السنة تدعون الشيعة المن، شنو تدعون؟ تردون منهم؟ خلينا نوضح الآن للشيعة اللي قاعد يسمعك، شنو تردون من الشيعة؟ أن يوحد الله وحده لا شريك له، يدعونه ويعبدونه وحده لا شريك له، لا يشركون، نريد نجاتهم، نريد الجنة لهم. ممتاز. يعني أنت مو حاقد على الإمام علي وأهل البيت وتقولهم لا تذبحوا لهم ولا تنذروا لهم ولا تطبخوا لهم ولا تركضوا لهم، صحيح ولا لا؟ بل ندافع عن سيدنا علي الذي نسب إليه هذا الغلو وهو منه بريء. شنو دليلك انت تدافع عن الامام علي واهل البيت؟ شنو؟ ادله القران، ادله السنه النبويه، بل فعل علي بن ابي طالب نفسه. خذ مثالا اخي اثير، خليك معي، اعطيك دليلين من نهج البلاغه. الدليل الاول، علي بن ابي طالب في نهج البلاغه 166، هذا كتابكم يا شيعه، وهو يتكلم عن الاموات يقول: وانزل الاجداث، يعني القبور، فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعية، فهم جيرة لا يجيبون داعية. يا أثير، علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يقول لك الأموات ما يجيبون اللي يدعوهم، ولا يمنعون ضيما، ولا يبالون مندبة، حتى اللي ينوحون عليهم ما يبالون فيهم، إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قحطوا لم يقنطوا، إلى آخر ما قال. إذن علي بن أبي طالب ما ينجد ولا أحد من الأموات، هو نفسه يقول الأموات ما ينفعون ولا يضرون ولا يجيبون الداعين لهم. خذ النص الثاني عن علي بن أبي طالب، وهو يوصي ابنه الحسن في نهج البلاغة، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك. هذا علي يوصي ابنه الحسن. انتبه ماذا قال بعدها: ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ما حط بينك وبين الشفعاء، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة إلى آخره، ما حط بينك حواجب ولا شفعاء. هذه عقيدة علي بن أبي طالب وهي في كتبهم، وعلي بريء من هذا الشرك، ومن يحب علي لا يعتقد عقائد المراجع. هذا الجواب على سؤالك، تفضل. الله يجزاك خير. يعني ببساطة أنت الآن وكل سني تتبعون الإمام علي حرفيا، حرفيا تتبعون الإمام علي وليس مقولة. ليش شيخنا؟ مثل ما قلت أنت الله يوفقك، قلت أنت لا ندعو غير الله. الإمام علي دعا غير الله؟ ما دعا غير الله أبدا. الإمام علي ركب ركبة طواريج؟ ما ركب ركبة طواريج. الإمام علي ذبح لغير الله؟ ما ذبح لغير الله. نذر، استغاث، طاف حول القبور، سجد للقبور؟ لا. راح اقرا لك ايه شيخنا. سبحان الله يا اخي، انا الايات اللي امر عليها واتذكر ماضي الشيعي كارثيه، انا ايات كثيره امر عليها. اسمع شيخنا، يقول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من انفسكم. يا شيخ شوف المثل مال رب العالمين، انت يقول لك ضرب لك مثل من نفسك. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء؟ يا شيعي تدري الله شو يقول لك؟ يقول لك انت لو عندك شركه، هذا شرح مني انا، ترضى تجيب فيها واحد وتشاركه بالفلوس، تقول له تعال لك نص الشركه مالتي، ومو بس هاي، ما تقدر بعدين توظف واحد الا ترجع له، انا خاف اوظف وخاف ما يرضى صاحبي الشريك اللي انا جبته. لا مو بس هاي، امور كثيره ما تقدر تسحب فلوس من الشركه الا تقول له، ترضاها عن نفسك؟
الله عز وجل قاعد يسألك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يقول الله عز وجل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بس حط لك عقل، شغل العقل، أنت ما ترضاها لنفسك شلون ترضاها لله؟ الله عز وجل شيخنا يقول آية عظيمة في سورة البقرة من الآية 165 للآية 168، أرجو من كل شيء يقرأها، دخيل الله أبر القرآن، دخيل الله نار جهنم، هاي جهنم مولعة ما بيها مجال. والله يا شيخنا أنا هسه راح أقول لك كل شيء يسمعني، لو أحطك بغرفة الآن وأسومك بيها سوم العذاب من ضرب وتعذيب وألم وتعليق وغيره، تدور أي وسيلة أنك تخلص نفسك من هذا العذاب، وهو كتاب الله عز وجل. أنت قبل لا توصل لهذه المرحلة يا أخي اقرأ كتاب الله. يا أخي الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ أي أشركوا بالله. كيف عرفت يا أثير الذين ظلموا أشركوا بالله؟ كيف فسرتها؟ نرجع لسورة لقمان، إيش قال لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من أظلم الظلمات، من أكفر الكفر، والله عز وجل حذرنا منه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت قتلت، سلبت، نهبت، شربت الخمر، ممكن الله يغفر لك، أقسم بالله ما يغفر لك بالشرك. فإحنا قاعد ننصحك اقرأ كتاب الله. الله عز وجل يقول لك يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ما أطعنا والله، كنا طاعين سادتنا السيد فلان والسيد علان، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة. بعدين شو يصير؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. يا شيعي لا توصل لهاي المرحلة، أرجوك اتبع الإمام علي، أنا أبو سيدك والشيخ قاعد يحاتيكم والدنيا كلها قاعد لكم، تبعوا الإمام علي يا أخي، حبوا الإمام علي يا أخي، موتوا. أنا أعشق الإمام علي وأعشق الإمام الحسين وأعشق فاطمة الزهراء، سادتي هذول سادتي، ولكم افتهموا، ولكم أنتم كافرين بالقرآن، ولكم الشرك والكفر، ولكم حتى الخيسة عبدتوها، التركتر عبدتوها، الحاصودة عبدتوها، تروحون السيد ما يسوى لحش السامع نعان، تقول له سيدنا ادخل علي، ادخل بوجهي، ليش؟ والله عز وجل يقول أنتم تقولون بالقرآن بالخطبة مالتكم وراء الدرس المعمم، يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، منه؟ ماكو غير الله. طيب ليش تشرك بالله إذا ما تعرف ماكو غير الله؟ هذه مدخلتي شيخنا وما أريد أطول عليك أكثر. شكرا، وجزاك الله خير. وبس النقطة الأخيرة أريد أقولها للشيعة، إحنا من ننهاكم كسنة، من ننهاكم عن شيء، نقول لك لا تسجد للقبور، لا تذبح للقبور، لا تنذر للقبور، إحنا ما قاعد نسوي. إحنا عندنا قبر عمر وأبو بكر وعائشة وحفصة والصحابة كلهم موجودين فيه. شفت لك سعودي راح ذبح لهم؟ شفت لك مسلم راح جاب لهم خروف وذبح لهم ونذر لهم وسوى لهم موكب؟ يعني احنا ما قاعد ننهيكم عن شيء ونأتي بمثله، لا، احنا قاعد ننهاكم عن الامر، امر عز وجل يقول لك في القران ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. السلام عليكم شيخ. سلام وحفظك الله وبارك فيك. اثير يا اخواني مهتدي ويحترق على بني جلدته، اثير ينصحهم، يريد لهم الخير. نعم نحن على عقيده علي وأبو بكر، عقيدة فاطمة وعائشة، عقيدة أهل بيت والصحابة، لسنا أعداء لا للصحابة ولا لأهل البيت، نحن على عقيدتهم، إنما المراجع هم أعداء الله عز وجل، الكفرة بلا إله إلا الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.